السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مواقع قوية جدا في تحويل البرومت لفيديو، مش لصور، لأ لفيديو، ودي حاجة ممتازة جدا. أول واحد معانا الموقع اللي هو كروماكس. هاجي هنا وأبدأ أديله البرومت اللي أنا عايزه وأقول له جنريت. في نقطة مهمة إن أنا أجي هنا وأقول له كليم، يعني أبدأ أخد نقط على أساس أقدر أعمل الفيديوهات بتاعتي. فبيقول لي هتيجي بكره هتلاقي نقط عندك كتيره، هو عايز يبقى حريص الناس كتيره تزور الموقع بتاعه. فانا اديته البرومت وهنستنى الفيديو. دخلنا هنا على حاجه اسمها تكست تو فيديو وفي ايمج تو فيديو. ايمج تو فيديو بتبقى افضل طبعا، ان انت بتدي له صوره وهو يبدا يشوف ايه الحاجه اللي ممكن يحصل فيها حركه. وانيميتور تكست تو ايمج، تكست تو ايمج موجوده كتير. اوكي اهو اخترت تكست فيديو وهبدأ اعمل واقول له جنريت. هي الواجهة بتاعته زي ما انت شايف زي ديسكورد، هي نفس شكل الواجهة وهكذا. تبدأ تديله البرومت ويبدأ يعمل لك الفيديو. طيب هو هنا عامل لي تكست وايمج، تمام. ممكن اجي هنا واقول له ايه، اعمل لي لها حركة انيميت، وهنا اقول له اب سكيل وهكذا. ممكن اقول له لا الصورة مش عاجباني اعملها تاني، فعمل لي الصورة حولها، يعني خد البرومت حوله الصورة، وبعد كده الصورة عملها فايد فيديو، خلى في حركة لمدة 3 ثواني لأنها مجاني. بفلوس طبعا بيديك فترة أطول. أنت ممكن يبقى عندك قصة، أو ممكن تخلي الذكاء الصناعي يكتب لك قصة، تاخد كل سطر من القصة وتعملها في هيئة فيديو بالشكل ده. ده فيديو تاني هو عمله لي، تعال نشوفه أهو، كأنه هو بيلف حوالين الحاجة. طيب ده واحد تاني عمل، خد صورة مرسومة وقال له حولها لي ان في حركة، فبدأ يعمل حركة للصورة اللي موجودة. فالموقع جميل ومع الوقت هيبدأ يتطور. زي ما احنا فاكرين اول ما بدأ فكرة تحويل البرومت لصور كان اداء قليل وبدأ يزيد مع الوقت. طيب في موقع انا بشتغل بكتير اسمه بروم اي اي، لان في حاجات كتير قوي خاصة بتحويل السكتش لريندر او فوتو تو سكتش. هاجي هنا هلاقي حاجه اسمها ايمج تو فيديو، يعني لو اديت صوره يبدا يحلل الفيديو، او تكست تو فيديو، ده اللي هنتكلم فيه النهارده. والاثنين برضو ينفعوا، يعني لو عندك صوره اداله هو يبدا يعملها بشكل كويس. بيقول لي ابدا اديني البرومت اللي انت عايزه، تمام. فانا هديله برومت، وممكن يعني تديله نص البرومت كده ونقول له جنريت. نيجي نختار بقى هنا الستايل اللي انت عايزه، زي ما انت شايف في ستايلات كتير جدا، سواء بقى عايز حاجه بالشكل دوت، انمي، كرتون، ارت، زي ما انت عايز. السكيل اللي انت عايزه، الموشن، انا بفضل اللو، وتقول له ابدا اعمل لي بقى الفيديو. الامشو فيديو برضو جميل، ان انت تديله صوره وتقول له ابدا اعمل لي فيها حركه، فهو بيبدا يدرس ويبدا يحرك مثلا الهواء، الميه، وهكذا، بحيث تطلع معاك الناس تفتكر انها في حركه في الفيديو. نشغل بقى الفيديو. 4 ثواني. هو تقريبا هي صوره وبدا يعمل حركه في الكاميرا، ساعات بيعمل كده وساعات بيعمل حركه كده للصواعق وبالشكل ده. فمع الوقت بتلاقي تحسن في الخدمات دي. طيب تعال نشوف الموقع التاني. هاجي هنا تكست تو فيديو، عندك ايمج تو فيديو، وعندك ان انت تحسن الفيديو. الحمد لله 7 مواقع، احنا اتكلمنا عن كل موقع فيهم لوحده، لكن بنحاول نجمعهم كلهم مع بعض. واقول له ماجيك برومت، لو انت مش قادر تكتب برومت ممكن تقول له جنريت، او اقف على اي صوره وافتحها وانسخ البرومت دوت، تمام، كوبي برومت، وابدا اقول له انا عايز اعمل الصوره ديت. انا دخلت على المايل لايبراري، دي فيديو كنت عملته قبل كده، اديته قلت له انا عايز صور لكتب، وكل كتاب اديته اسم الكتب بتاعهم، فعمل لي فيديو بالشكل دوت، حط لي الكتب بالاسم الكتب اللي انا عايزها وعمل فيها حركه. دلوقتي بقى بيعمل الكلام اللي احنا اديناه له. خلينا نشوف الفيديو. دي عامل صراحه كويس، تمام، مبدئيا يعني تقدر تعمل له بقى داونلود، او تقدر تقول له حسن لي الصوره، او اعمل له بابلش. هو بس بيكتب الاسم بتاعه، لان هو طبعا
كل اللي احنا بنعمله ده مجاني او تجريبي. برضو موقع اسمه انفيديو اي اي، هنجربه دلوقتي اونلاين، وهقول له هنا انا عايز تكتب لي تعمل الفيديو من التكست دوت، جنريت فيديو، ويبدأ بقى يعمل لي الفيديو. هو بيقول لي برضو ان في امكانية ان انت تقول له اشرح حاجة، اعمل لي فيديو مثلا عن كذا، او سكريبت فيديو، تدي له سكريبت هو يبدأ يعمل لك الفيديو بتاعه، يوتيوبر شورت. ففي شوية خدمات كده موجودة فيه، تقدر تختار اللي انت عايزه، وفي برضو ان انت تعمل صوت للفيديو بتاعك. طيب انا هرجع بقى للفيديوهات. هو بدأ يحلل الكلام اللي انا مديته له، وبدأ يقول لي طب انت عايز اني نوع من انواع البلاتفورم، عايز يوتيوب ولا يوتيوب شورتس ولا انستجرام ريلز، طيب ولا عايز على الهيئة في كاميرا مثلا. طيب هقول له مثلا كونتينيو، يبدأ بقى يعمل لي الفيديو. نبدأ نفتح ونشوف. هو عامل هنا دقيقتين، فحاجة اكتر بكتير. تمام، ومركب فيها صوت، فيعتبر حتى الآن ده يعني أفضلهم. تقدر تعمل بقى حاجات أدفانس شوية. وده مجاني، مجرد بس إن هو بيحط اللوجو بتاعه. تمام، بس هو سرق من حاجات تانية أعتقد. تمام، أو مستعين ببرامج تانية السير بلوك ديت. طيب المهم يعني الموقع عامل شغل جامد. طيب نروح بقى للموقع اللي بعد دوت، بس طبعا دخل حاجات غريبة. هنا بيقول لي عندي موقع اسمه فيزلا، في كريت فيديو، وان انت تعمل ابلود، وان انت تعمل فيديو ريكوردينج. فبيقول لي اكتب هنا بقى التكست اللي انت عايزه، وممكن اديله تكست او اديله ويب بيج او اديله فويس، اند يعني في حاجات كتيره تقدر ان انت تبدا منها عشان يعمل لك الفيديو. تمام، بيقول لي ايه الحاجات اللي هياخد منها، يعني هو هيستعين بمواقع تانية زي فري ستوك مثلا، بريميوم ستوك وهكذا. هو بدا يعمل سيناريو هوت، ويعمل قصه، ويبدا يعمل لنا حاجه بالشكل دوت. طبعا بيحط الاسم بتاعه واللوجو بتاعه، وبدأ يعمل لنا فيديو كامل. تمام، وتقدر تعمل ايديت بحيث تعدل في الفيديو اللي طلع لك ده كل شوية. تمام، واخد لقطات يعني بيساعدك في ان انت تعمل فيلم كامل. طيب الموقع اللي بعد كده برضه بنديله برومت، وهو يبدأ يعمل لنا فيديو بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز الكام ثانية، وعايز الاسبيكت ريشيو هيبقى قد ايه. تمام، ده فيديو قبل كده كنا عملناه من كام يوم، بوتة مثلا بدأ يعمل فيها شوية حركة. طيب نشوف بقى الموقع دوت. قلت له اعمل لي فيديو جنريت، وبدأ ياخد الحاجة ويعملها كصورة، وبعد كده بيبدأ يضيف لها حركة بسيطة. مع الوقت التكنولوجيا ده تتطور، مع الوقت ده يعني خلال أيام، يعني ممكن انت بتشوف الفيديو تيجي تجرب تلاقي حاجة أحسن بكتير من اللي موجودة. فأتمنى الموقع تعجبكم إن شاء الله.